السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، وصلتني معلومة اليوم وكتير مهمة لكل الناس يلي عم تعمل لم شمل وعم تجهز وراءها لحتى تعمل لم شمل. للأسف في أحد المشتركين عندي بالقناة كان على تواصل معي دائما إنه شو الوراء المطلوبة، شو لازم نعمل، شو لازم نساوي، فأعطينا الإرشادات اللي نحن الله قدرنا عليها وراحوا على السفارة. فأنا كنت قايل له أنه لازم أنه يطالع شهادة زواج، وهي شهادة الزواج لازم تتصدق من السفارة الألمانية إن كان ببيروت وإن كان بعمان للناس اللي عاملين عقد زواج بعمان. فالمهم راحت زوجته على المقابلة لحتى تقدم الوراق، وراقها كلها جاهزة ما عدا عقد الزواج وشهادة الزواج، للأسف ما لهم مصدقين من السفارة الألمانية. فبهي الحالة تفرجوا عندي هون المحادثة اللي جرت بيني وبينه، طبعا أنا استأذنته أنه نعرضها. فعم بيقول لي اليوم أنه راحت زوجته وعملت مقابلة، فبسبب أنه شهادة الزواج وعقد الزواج ما لهم مصدقين رفضوا الطلب وقالوا له خدي الوراق ورجعي احجزي موعد تاني من أول وجديد بعد ما تضبطي الوراق. فهن من زمان، انا ليش عم بحكي على هذا الفيديو، هن من زمان كانوا اذا الواحد ناقصه ورقه او في شيء مو مصدقه ومو في شيء مو عامله كانوا يعطوه مهله، يقولوا له معك مهله مثلا شهرين او 3 شهور، خذ هدول الورقتين صدق لنا اياهم ورجع ابعث لنا اياهم بالبريد او رجع جيب لنا اياهم على السفاره. فهلا القانون الجديد اللي عم بيصير انه اللي عم يكون اوراقه ناقصه عم يرفضوا الطلب فورا وبيرجعوا له الوراق وبيقولوا له انه روح جهز وراقك كامله ورجع خذ موعد جديد. فانا حبيت نبه على هذا الموضوع لانه يا جماعه يلي عم يقدم على موعد كلياتنا بنعرف انه عم يستنى تقريبا سنه او سنه ونص، في ناس عم تستنى صار لها زمان. فيعني المشكله اذا راح على الموعد وقالوا له انه وراقك مو مظبوطه ارجع ظبط لنا الوراق واحجز موعد من اول وجديد وانتظر من اول وجديد. فهي المشكله كبيره يعني. فيا جماعة رجاءا كل مين عم يحجز موعد من اي بلد عم تحجزوها، الاردن، لبنان، مصر، كذا، اتأكدوا من الوراق اللي عم تنطلب. في بكل سفارة بيكون في لائحة خاصة بالوراق المطلوبة. يلي بيحب من اي بلد عم تحجزوه تواصلوا معي على الانستغرام، هي الانستغرام، تواصلوا معي قولوا لي انتم من اي سفارة عم تحجزوا، انا بنزلكم الملف تبع الوراق المطلوبة وساعتها بتجهزوا الوراق المطلوبة بالضبط مثل ما مطلوب، مشان ما يتفاجئوا العيلة وقت يروحوا على المقابلة يقولون انه في عندكم ورقة ناقصة او كذا او كذا ويلغوا لهم الموعد. فانا حبيت نبه الجميع عندي بالقناة لانه انتم بتعرفوا القناة هون ان شاء الله للخير، يعني نرشد الناس للخير بحيث انه الواحد قدر الامكان يستفاد من المعلومات اللي عم ننزلها. وانا بتمنى من كل الناس اللي شافت هذا الفيديو وعم تشوف هذا الفيديو ما تمنعوا الخير للناس، يعني شاركوا هذا الفيديو بغض النظر انه انا حيجيني مشاهدات، بغض النظر عن هذا الموضوع، بس شاركوا الفيديو كرمال الناس، حرام انه تستفاد وما حدا يصير معه هذا الشيء يلي صار واللي حكيناه بهذا الفيديو، يعني مشان الخير يعم على الكل بإذن الله. حبايبي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملوا لنا لايك وتدعمونا لحتى نكبر بوجودكم أكثر وأكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.